لغة الاعتذار قد ايه مهم ايه بحياتنا العملية والغير عملية؟ قد ايه بنكون راقيين وحاسين عن جد نحن قد حالنا اذا اخطأنا تجاه شخص معين ورحنا بلغة الاعتذار اعتذرنا ورجعنا الامور الى مجاريها؟ ولكن الشرط الوحيد انه يكون هالاعتذار صادق نابع من القلب وليس فقط من اللسان. هل الاعتذار هو الحل لمشاكل عديدة؟ كيف فينا نعتذر؟ هل فينا نعتذر ونتراجع عن اعتذارنا؟ هل الاعتذار دائما بمكانه الصحيح؟ كل هالامور رح نعرفها من ديالا عتاني معالجة نفسية. صباح الخير لك ديالا، بسرني تكوني معنا اليوم. وانا كثير انا عم بروح صوتي على الاي سي معلي اذا راح شوي ورجع. الاعتذار فن منتعلمه، هيدا هو عنوان موضوعك لليوم يلي هو عن جد فن، مثل ما في فن الكلام وفن الاستماع في فن الاعتذار. اعطينا تعريف ما هو الاعتذار. فمثل ما قلت منتعلمه لانه امرار اذا اخطانا بطريقه الاعتذار معقول ناذي الشخص اكثر. انا مجرد ما اجرح او اذي شخص ان كان قصدا او عن غير قصد، عن طريقه حكي صدرت عني، عن تصرفات خاطئه، عن عدم اعتبار للشخص الاخر او حتى عن اهمال معين، معناتها انا سببت مشاعر سلبيه للشخص الاخر وصار وقت انه اعتذر. اذا انتبهت عن جد انا شو عملت، الطريقه يلي بعتذر فيها، هيدي كلها امور مهمه واحد يعرفها، لانه الاعتذار مهم لتوطيد العلاقات، لتحسين العلاقه مع الشخص الاخر، مهم حتى لصحة الشخص النفسية، بخفف من اللوم والشعور بالذنب إذا كان شخص حاسس حاله أنه هو مقصر مضايق حدا. وبنفس الوقت الأجواء العام كلها، يعني مش بس عم ببادل احترام للشخص الثاني، عم بعطيه قيمته، عم بسمعه، فعم بخفف من التشنجات اللي عم بتكون والسترس الموجود بالعلاقة بالجو العام. وهول الهرمونات الإيجابية مثل الأوكسيتوسن عم بتصير عم تعلى أكتر إذا أنا اعتذرت بالطريقة الصحيحة، رجعت هيك غمرت الشخص، حكيت يكون في اي كونتاكت. هل التعبير كلها هي بتولدوا المشاعر الإيجابية إذا كان الاعتذار صح، وبتخفف من الغضب، من الشعور بدون هيك إنه شخص أقل، بتخفف من الحقد على مدار السنين، على مدار الوقت، وبترجع هيك بتقرب الأشخاص لبعضها أكثر. بس ديالا المشكلة إنه أوقات أنا بعمل تجاهك شيء سيء وما بعتذر وما بعرف اني عملت، هون هيدي مشكله. يعني انا لما بتصرف تصرف تجاهك منه منيح وما بعرف انه انا تصرفت تصرف منه منيح وما بعتذر، هذا الانسان كيف بدك تعلمي لغه الاعتذار؟ في اشخاص ما بتعتذر لعده اسباب. اول شيء ما عندها الوعي، يمكن مركزة هي كتير على حالة وما انتبهت انه تصرفاتها أذت الشخص الآخر. في منهم بيستخفوا شوي بالمشاعر انه لا ما المفروض هذا الشخص، وكأنه ما المفروض هالشخص يتضايق اذا انا حكيت بهالطريقة، وبالتالي حتى ما بيعتذروا. في منهم عندهم الانا الايجو شوي عالي وعندهم مفهوم خاطئ للاعتذار، وكأنه اذا واحد اعتذر يعني هو قلل من قيمته او منه مهم او ما عرف انه لا الاعتذار هو عبارة عن مسؤولية، عن تحمل مسؤولية، عن احترام النفس، احترام الآخر، وعن هيك التواضع والثقة بالنفس. بيعتبروا منه أنه إذا أنا ما عندي ثقة إذا اعتذرت، بالعكس الشخص اللي بيعتذر، ولكن مش الشخص اللي بيضل كل الوقت عم بيعتذر أكيد. وهو منه عارف إذا عامل خطأ أو لا. هدول الأشخاص عندهم قلة ثقة بنفسهم. ففي الشخصين هيك التو اكستريمز، الأشخاص اللي بتعتذر ما بتعتذر أبدا لأنه الإيجو عالي أو منه مراعي مشاعر الآخرين أو باعتباره ما بيستحق الموضوع الاعتذار، وفي الأشخاص اللي بتعتذر كتير وعلى كل الوقت وبطريقة مبالغ فيها حتى. هول الأشخاص بيكون عندهم قلة ثقة بحالهم، دايما حاسين أنه هن مخطئين، دايما حاسين أنه بدهم يعتذروا لحتى يعلقوا الشخص الآخر فيهم. يعني خوف من أنه الشخص يتركهم، عندهم نوع من الديبندنسي على الأشخاص، عندهم فكرة أنه ما بيستاهلوا أنه العالم تحبهم، وبالتالي بيعتذروا زيادة. وفي أشخاص بيعتذروا بطريقة حب الظهور، يعني تحسي عملوا كتير اوفر، عملوا هالحركات، حكيوا عن حالهم انه هن اللي بيسامحوا، هن اللي قلبهم كبير، وبالتالي رجعوا الامور لحالهم هن واعتذروا بالطريقه الخاطئه بس لحتى يرضوا غرورهم هن. اف ديالا، ايمتى بيكون الاعتذار بمكانه الصحيح وكيف؟
يعني وقت نعرف عن جد انه انا اول شيء بدي اعتذر بالطريقه انه انا يكون شخص موجود قدامي في هالاي كونتاكت في وقت مناسب، مش عم بعتذر خاصه هلا التكست مسج والايموجي والطريقه السريعه في هالنبره هالتوناليتي، بدي اعرف انه انا قعدت مع حالي وانتبهت انه انا في خطا عملته وأذيت الشخص الثاني، فهيدي أول نقطة إنه بدي انتبه للشيء اللي أنا عملته. أشخاص بتقول لك طب أوكي خلص سوري، بس أنا فعلياً ماني عارف على شو أنا عم بعتذر، شو الشيء اللي أنا ضايق الشخص الثاني. إذا أول نقطة بده واحد الشخص اللي بده يعتذر ينقي المكان والطريقة المناسبة، بده ينتبه للأمور اللي هي سببت الأذى للشخص الآخر، من بعد ما يقول الكلمة مثل ما هي أنا بعتذر على هالخطأ اللي أنا سببته. تاني شغلة بدي انتبه وحس للمشاعر، يعني بدي أقول للشخص أنه أنا بعرف أنه هالشي أذاك، بعرف أنه هالشي ضايقك، يعني بدي أعمل validation للإيموشنز. الشغلة الثالثة بدي اتعهد أنه أنا بتحمل مسؤولية اللي عملته ورح اشتغل على حالي تما كرر الخطا، يعني اذا انا لجأت مني الفاظ بتضايق بتجرح او صراخ، انا مثلا مرتجي اذا صار في مشكله رح اوقف عندها، رح انتبه، رح ابعد، يمكن رح روق شوي لحتى ما صرخ، رح اعرف انه هالامور بتضايق هالشخص ورح جرب قد ما في ما ارجع عيدها، بدي اتحمل مسؤوليتها، اتعهد انه انا في طرق معينه رح اعملها تما كرر الخطا، بدي انطر انه يكون الشخص الثاني مستعد انه يقبل الاعتذار مني، وبدي اطلب منه انه عن جد يسامحني، مش انا عملت اللي علي واعتذرت وخلص الثاني سامحنا او لا بطلت من مسؤوليتي. ففي عن جد طرق فعاله للاعتذار، وفي اشياء ثانيه لا بتضر كثير الشخص اذا اعتذر بالطريقه الخاطئه. بدنا هلا نحكي عن الامور يلي نحن بنعملها بطريقه خاطئه بالاعتذار وما بنعرف انها خاطئه، ولكن كثير بتلاحظي اشخاص بيقلبوا الادوار. يعني بيعملوا انه الحق انت عليكي، انا شخصيتي هيك، طيب شو بعمل؟ الحق عليكي انت، وبيبرموا القصه، بصير عشوائي، انت بدك تروحي تعتذري منهم انه سوري عن جد انا اخطات بحقكم، وهن بيكونوا عاملين 100 غلط. هيدا هالشخصيه المتلاعبه مانيبيولي. exactly. ايه كيف الواحد بده يتعاطى معها بلغه الاعتذار؟ مثل ما قلت في اشخاص بيعتذروا بيجوا بدهم يعتذروا بيصير في مشاكل زياده لانه عم بيعتذروا غلط. في عندك الاشخاص يلي بيحطوا اللوم على الاخر، بعتذر بس ما انت استفزيتني، انت اللي عصبتني، انت اللي كمان كنت تحكي بهالطريقه وتعمل هالمشاكل هاي، خلص قلب هيدا صار الشخص الثاني هو مذنب، يعني ما اعترف حتى وما تحمل مسؤوليه اللي عمله. في اشخاص حتى بتكب اللوم ان كان مش على الشخص الاخر، على الظروف، انه سوري ضايقتك بس ما انت عارف الستريس اللي نحن عم نمرق فيه، وكانه ولو انت ما عم تتعاطف معي ومحينا فكره هالوضع اللي عن جد اذى الشخص كمان اثرت بطريقه سلبيه. في اشخاص عندها الاعتذار المشروط، انه سوري اذا انت تضايقت، انه انا ما عارف حتى انه انا ضايقتك وماني منتبه للخطا اللي عملته، واذا انت تضايقت لحالك مش انا السبب فانا بعتذر. كمان هيدا اعتذار بيخلي الشخص الثاني يحس بانه ما حدا سمعه، بشك حتى هو بحاله. في اشخاص بتعتذر باعتبار انه يعني بتخفف من قيمه الاعتذار باعتبارها مزح، طب سوري ما كنا عم نمزح، انه منيح ليك الشيء بتاخذيه قصه بتعملي منه قصه، انسات الحق عليك انت، ايه بعد شوي انا بليز بدي اعتذر منك، سوري عن جد ما كان قصدي انه فهمتك انا غلط. فالاستخفاف يعني بالموقف اللي صار باعتبار انه هيدا كانت مزحه، كمان هيدي نقطه بتضايق الشخص. في اشخاص ما بيعتذروا وبنفس الوقت بيقولوا ولو ما انت عارف انه انا ما كان قصدي، يعني انه لانه ما قصدي خلص انت مرقه وانت سامح، بس انه انا اجي اعتذر بطريقه ايجابيه واضحه وصريحه وستريت تو ذا بوينت ما رح يعملوها، هي كمان بتاثر على العلاقات. وفي الاشخاص اللي بيعتذروا بس ما بيرجعوا بيفكروا انه حيغيروا شيء، مثل ما قلت انه خلص انت بتعرف انه انا قلبي طيب بس انا بنفعل، انه وكانه هذا الشيء مبرر لأيه. ايه او مثلا بيستفزك بيقول لك بس ما انا هيك، مزبوط انه انا هيك عصبي، انا هيك انه ليه ما فهمتيني انت، صح ما انا هيك، او خلص حلك تتعود علي، او انه مثل كانه هالشيء مبرر لإلي. وفي الاشخاص اللي بتعتذر وبتمرق وانه خلص
قطعة لأنه بدنا يمكن فترة حلوة لأنه عنا شيء لازم نعمله، فما بيقعدوا عن جد بيركزوا على الموقف، خلص خلص إنه ما قلت لك سوري، وبالتالي إنه عن جد ما كان فيها صدق، ما كان فيها إخلاص، ما كان فيها تركيز على الأمور، وما كان فيها فكرة كيف بدنا نحن نبني نرجع الأشياء اللي يمكن كسرناها أو جرحنا فيها الشخص الآخر. هو ديالا إذا ما كان الاعتذار صادق لشو؟ يعني أنا إذا ما بدي أعتذر منك هيك عن صدق وقلك أنا بعتذر يا ديالا أنا اقترفت هيك تصرف ما حلو تجاهك عن صدق لشو؟ ما أنا بضل سمع لك إياهم دايما، كل ما أعمل شيء بيجي بقلك والله أنا وبضل أعملهم وبضل كررهم. لأنه في اعتذار سطحي واحد بمرق، وفي اعتذار مصلحة تعرف هلأ خليني أقول له سوري لأنه بدي أرجع أحكيه بعدين، في اعتذار لأنه الشخص هو ما حابب يفوت بلوم النفس من هلأ فترة أعياد وأنا بدي سامح خليني هيك أحس حالي أنا مرتاح، ما بدي فوت بتأنيب الضمير أنه بدي أعتذر من الشخص. في منهم حتى بيعتذروا يمكن لأنه ما بدهم يكونوا لحالهم بهالفترة، أنه أنا لشو لكون لحالي خليني أعتذر ونرجع نمرق هالموضوع، لكن فعليا في روحات كتير الشخص معلق عليها. في منهم ليتفادوا مشاكل أخرى ليجربوا أنه ما يعملوا، يحسوا أنه ما بيقدروا عن جد يكون في هالحوار الصادق مع الشخص، بيقولوا هيك لا اعتذر، وكأنه كلمة الاعتذار حتخفف من مشاكل أخرى، فأنا بدي أتجنب حوار، بدي أتجنب مسؤولية، بدي أتجنب شيء بصير هيك بمرق على هالاعتذارات. ولكن فعليا هول الاعتذار ما بيكون صادق نابع من القلب، ما بيكون واحد يعني متحمل مسؤوليته، ما بيكون قاعد مع حاله وفكر كيف أذى الشخص الآخر، وبيصير هالاعتذار الغير صحيح الغير فعال والغير مسؤول بسبب ضرر أكبر. ديالا شو الأخطاء يلي عم بعملها أنا وعم بعتذر منك؟ أنا أخذت قرار أنه أنا هلأ بدي أعتذر من ديالا لأنه أخطأت بحقها، أنا شو الغلط اللي بعمله أنا وعم بعتذر منك؟ هيدا لازم امحي وقيمه على جنب ليكون الاعتذار صادق وبمحله. مثل ما قلنا أول شيء بدنا نعرف أنه أخذنا قرار نعتذر، ولكن هلا ما حنفوت بدوامة كل مرة بنخطئ بنرجع بصير في اعتذار، بنرجع بنصلح الاعتذار وبنكفي وبنعتبر انه تحصيل حاصل الشخص الاخر هو يمكن بيسامحنا، ففكرة انه ايه انا بحكي كم كلمة بيرجع الشخص الثاني عادة بيسامحنا، او بوعد لاشخاص كثير اللي بتوعد ما بقى تعيد الخطأ ولكن ما بتكون عن جد منتبهة كيف حتغير هالتصرفات، سو حتى الوعد ببطل له قيمة، بصير مش بس الاعتذار ما له قيمة، الوعود بتأثر على الثقة بين الشخصين، بصير واحد انه كل مرة بيرجع بيخطئ وكل مرة بيرجع بيعيد نفس الأخطاء، هي كمان مشكلة بتكون. في أشخاص بطريقة اللي بيحسس الشخص الآخر انه هو الغلط، يعني انت ما بدها هالقد، انت اخذت الامور كثير جديه، انا كنت عم بمزح، انت ما عم بتراعي الظروف اللي انا عم بمرق فيها، انت ناطرني على كلمه ولو المفروض انت تكون اكبر من هيك وانت تستوعبني. هاللوم وهالعدم الاعتراف ودائما شعور انه اللي عملته انا مشي والشخص الاخر هو لازم يستوعبني اكثر، كمان بيصير في مشاكل بالاعتذار. وفي الاشخاص اللي ما بيعتذروا وما رح يقدروا يعتذروا، هون البوان بدنا نحكي عنه، عندهم الاعتذار امر مستحيل وبيخافوا منه، هول الناس ليه بحسوا حالهم انه نزلت من كرامتهم، كرامتهم انتقصت اذا اعتذروا، بيقولوا لك انا ما بعتذر، إيه؟ انه عندهم يابس انه انا يا اما النوع من النرجسيه او ما بيعرفوا اهميه الاعتذار، او يمكن صراحه ما بيعني لهم انه يرجعوا يكون في علاقه ايجابيه مع الاشخاص، انه خلص صار في مشكل قطعت سو ما بيهمني ارجع انا صلح هالعلاقه مع الشخص الثاني. في منهم انجرحوا كثير او ما تعودوا على لغه الاعتذار فكمان ما بيقدروا يعتذروا. في منهم بالبيت ربيو تعرف نتعلم الاعتذار من الصغر، نتعلم حتى الطريقة الإيجابية. اليوم إذا الأم اعتذرت من ابنها، إذا قالت له طلعت بعيونه قالت له أنا أخطأت بحقك، بعرف أنه هالشيء أذاك، أنا بوعدك تاني مرة بنتبه أكثر، ما هذا كله بيعطي رقي، بيعطي ذوق، بيعطي احترام. إذا هن كانوا ببيت الأهل كل الوقت مثلا بيتخانقوا ما اعتذروا، إذا كانوا ببيت أنه لا نحن في نوع من الأفقية والأرجنس أنه نحن أحسن من الآخرين، هذا بيربى على عادات معينة، بيصير صعب يرجع يتغير على كبر، صعب يحس بمعرفة هالتصرفات. فهون الشخص اللي هو ما أخذ قرار أنه يعرف كيف يعتذر ما بيقدر
يتغير. هون الشخص كيف هو يلي انجرح هل بيقدر يسامحه بطريقة غير مباشرة مع أنه عارف أنه ما رح يعتذر الشخص؟ هل حابب أنه يكفي العلاقة معه أو لا بده يبعد أكثر؟ ساعتها الشخص اللي هو بده يتقبل، يعني هو اللي هو المجروح بده هو يشوف إذا بيقدر يسامح بالرغم من عدم وجود اعتذار صادق أو لا. بدي أرجع أدوي على فكرة قلتيها ببداية لقائنا ديالا، قلتي يلي بيعتذروا كتير كتير كتير، يعني أنا سوري ديالا بدي أسألك سؤال، سوري ديالا بدي زيحها، سوري سوري سوري، قديه بيلبك الآخر وقديه بيعطي فكرة للآخر أنه مش صادق؟ لأنه أنا لو صادق بقلك شغلي مرة صح. مش بضل من هيدا شو بيكون صاير فيه تحديدا؟ هل قدي بيرتربي؟ هل قدي مش صادق تبدو ياكي تصدقي؟ شو صاير معه هالشخص؟ يا أما بيكون بده هو نوع من الاهتمام، انه سوري سوري انا زدت كثير السوري، وبالتالي عم بياخذ الاهتمام لحالي انا. او اذا شخص كرر الامور وكانه تحصيل حاصل لازم واحد يعني يقبل منه الاعتذار، في اشخاص عنده قله ثقه بحالهم، في منهم ما تعودوا انه يكون هن يعطوا قيمه لحالهم، في منهم بخافوا انه الشخص الاخر يتركه. وهون الشخص اللي بده ينتبه في نقطه مهمه بس نرجع نقولها، انه الشخص اللي بده يسامح، حكينا عن الشخص اللي بيعتذر كثير، الشخص اللي بده يسامح هون بده ياخذ قرار، هل انا صدقت الاعتذار؟ قادر ارجع احكي مع الشخص؟ قادر سامحه؟ قادر افتح صفحه جديده او لا؟ بدي وقت اكثر، بدي تصرفات مختلفه، بدي كوميونيكيشن بعد اكثر لحتى ارجع ابني الامور اللي انكسرت. فهيدا الشخص اللي بده يسامح كمان بده يكون عم بيسامح للاسباب الصحيحه، وبده يكون فعلا عم بينتبه اذا هو بيقدر يسامح بصدق وبيقدر ينسى هالامور، والا كل مشكل بده يرجع الماضي كله ويرجعوا يحكوا فيه 100%. نقطتين قبل ما نختم لقائنا ديالا، انا كيف بده يوقع علي فعل الاعتذار؟ كيف لازم اتقبله؟ وهلا بفتره الاعياد قد ايه مهم نعتذر من بعضنا اذا اسأنا للاخر بس بطريقه صادقه من جوا بدون كثير تمثيل وبيكون بدون كثير كفوف؟ صح، هلا وقت عن جد انه واحد يرجع للقيم الصحيحه، لمبادئه، للامور اللي عن جد هي بتعني له، يفكر مين الاشخاص اللي حابب يرجع يسامحهم، يتصالح معهم، يعتذر منهم، والشخص اللي بده يسامح هو كمان بده يسامح لحتى هو ما يكون عنده مشاعر سلبيه كل الوقت او يكون في حقد عم بيضايقه، بده يسامح لانه بيعرف انه التسامح بيعطي هيك نوع من الراحه والطمانينه، وواحد بيفتح صفحه جديده عن جد مع المشاعر الإيجابية يلي هلأ خاصة بهالفترة بتكون موجودة أكثر. أنا كيف لازم أتلقى الاعتذار؟ بشكره لأنه اعتذر مني ولا بيخدو بصدر رحب وبمضي قدما نحو الأمام؟ إذا عن جد كان صادق بدي أسمعه، بدي أعرف أنه هالشخص اعتذر، يمكن في منهم بدهم وقت، يمكن في منهم بدهم تغير تصرفات، يمكن انا بقول لا انا بدي سامح لانه ما حابب اخسر هالشخص، او انا ما بدي يعني بدي ركز على الامور الايجابيه عند الشخص لحتى اقدر سامحه. وبالنهايه فن انه واحد يسامح لحق كرماله وكرمال الشخص الاخر وكرمال العلاقه. انا بدي اشكرك كثير على هذا الموضوع، خاصه بفتره الاعياد ديالا، عيد ثاني معالجه نفسيه. الى المزيد من اللقاءات، وان شاء الله هالعيد بيمر عليك وعلى عائلتك بكل خير. ميرسي وعليك، شكرا. اهلا وسهلا اصدقائنا المشاهدين، بنروح بريك صغير وبنرجع بنلتقي معكم، ما تروحوا لبعيد، بقي معكم لتمام الساعه 11:30 بتوقيت بيروت.